ساعات بتبقى تايه، العميل بيبقى باعت لك بريف لتصميم وانت مش عارف تنفذه، او انت عايز تعمل تصميم لموضوع معين بس مش جاي لك افكار ازاي تحول الموضوع ده لتصميم. النهارده ان شاء الله هنحل المشكله دي، هنحول الكلام لصور. السلام عليكم، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ معاك احمد الابيض، مصور بقالي 6 سنين، ومن سنتين عملت شيفت كارير وبقيت جرافيك ديزاينر. ده ان شاء الله هيبقى الكورس الثالث او المرحله الثالثه من دوره تعلم الموشن جرافيك بستايل الكولاج. اول مرحله تعلمنا ازاي نكتب سكريبت، ثاني مرحله عرفنا ازاي نحول السكريبت ده لفويس اوفر او لتسجيل. المرحله الثالثه او الفيديو الثالث اللي هنبدا فيه النهارده هنبدا بقى في الشغل العملي، ازاي ان انا احول السكريبت ده لصور. والمرحله الرابعه ان شاء الله هتكون التحريك، هنتعلم فيها ازاي نضيف الساوند افكت وازاي نضيف سبتايتل على الفيديو. انا هبدا اصلا الفيديو ده بناء على ايه او هعمله ازاي؟ لازم ابقى انا عندي تصور، هعمله فيديو لليوتيوب فيبقى لاندسكيب فيديو بالعرض زي الفيديو اللي انتوا بتتفرجوا عليه دلوقتي، ولا هعمله شورت او ريل فيبقى بالطول؟ طب انا عايز الوقت بتاعه يبقى قد ايه؟ طبعا ده هنعرفه من التسجيل اللي احنا سجلناه، سواء التسجيل ده مثلا اقل من دقيقه فده مناسب للتيك توك ومناسب للانستجرام ومناسب للشورت على اليوتيوب، او ان انا لا انا عايزه فيديو طويل وهكذا. الحاجات دي لازم نبقى ايه عارفين. فاحنا المفروض متفقين ان الفيديو ده هيبقى ايه شورت او ريل على الانستجرام، فاحنا عايزين نعمله بالطول. طيب هنعمله على اي اسس؟ الستايل بتاعه هيبقى عامل ازاي؟ نخش على بنترست ونكتب ايه كولاج، نبدا ندور على شكل او مود كده ايه مناسب للي انا عايز اعمله. انا هضيف كلمه دلوقتي بالعربي عشان يقرب لي الستايل اللي انا عايزه. ده كان بالنسبه لي اكتر ستايل مناسب مع الفكره اللي في بالي. ليه؟ لان في اخضر وفي اسود وفي ابيض وفي احمر، علم فلسطين، تمام؟ فهي دي كانت بالنسبه لي اكتر حاجه مناسبه. فنبدا نطبقها، فتحنا الفوتوشوب، هنعمل المقاس 1920 في 1080 ونخليه ايه بالطول، نخلي الريزوليوشن 300 بحيث ان الكواليتي معانا تبقى احسن حاجه. ونكتب هنا ايه وائل كريت. في حاجه نسيناها، ان ده كده مش ارت بوردز، ده كده فايل واحد، احنا عايزين نعمل ارت بوردز، فنعمل ايه نيو، نفس كل حاجه، نكتب هنا وائل تحته برضو ونفعل هنا بقى الارت بوردز. احنا كده معانا ارت بوردز، لو احنا عايزين نزودها بندوس هنا كليك يمين، نجيب الارت بورد تول وندوس على الارت بورد كليك شمال ونضيف بقى العدد اللي احنا محتاجينه. دلوقتي احنا معانا ايه 4 ارت بورد، فاحنا عايزين نطبق زي ما قلنا النموذج ده او الستايل ده على الارت بورد دي. فاول حاجه معانا الخلفيه، عايزين نعمل خلفيه تكون خضراء او زيتي زي الديزاين ده. هنبدا نعمل سوليد كلر، نشوف اللون المناسب معانا، قلنا مثلا ان ده مناسب. طيب احنا عايزين نعمل له ملمس او تكتشر، هنجيبه منين؟ في كذا موقع، خلينا نجرب المرة دي Unsplash ونكتب background texture. نبدأ ندور على حاجة تكون مناسبة للتصور اللي في ذهننا، دي مثلا، دي برضو مناسبة، دي برضو مناسبة. ونبدأ نحملهم، نجيبهم من عندنا ونحطهم على الخلفية. نبدأ نغير في المود بقى بتاعها، عندي مثلا اللي كان كويس، اللي أنا شايفه كويس للسوفت لايت. السوفت لايت اداني ايه الإفكت اللي أنا عايزه، سواء فتح لي اللون شوية، ممكن عادي بكل بساطة أخش على السوليد كلر وأشوف إيه الدرجة اللي مناسبة معايا دي مثلا. طيب في إيه تاني؟ أبدأ أنا أتخيل بقى، إحنا كده عملنا الخلفية وعرفنا إن إحنا محتاجين نضيف لونين كمان، اللي هما الأبيض زي ما قلنا أو الأسود، ده هيبقى في الصور غالبا، ولون درجة من درجات البيج اللي هو هيبقى فيه التكست، والأحمر والبرتقاني. طيب إحنا نعمل حاجة قريبة من كده إزاي؟ ممكن نجيب دايرة رسمنا الدايرة اهو، خليها من غير ستروك ونخلي لونها
احمر طوبي كده مثلا. طيب هنا كان في جوه الدايره لون برتقاني، هعمله ازاي؟ بكل بساطه اخش على جريديانت وافعل كده اهو، ونغير الستايل من لينير جريديانت لايه؟ لريديال جريديانت اهو، ادانا نفس الافكت اللي موجود في الصوره عندنا هنا. طيب لو حابين نعرف الستايل ده اتعمل ازاي، هو كان موجود عندي جاهز استعمل ازاي، اختار من هنا اللون اللي انت عايزه، وهنا مش هتفرق ابيض او اسود تمام. وهنا بنخلي اللون الاساسي عندنا الاوباسيتي بتاعه 100، واللون الثانوي اللي هو الثاني بنخليه صفر، لون موجود ويبدا ايه يروح على ما فيش. طيب احنا كده شايفين ان هو فيه غامق، طب احنا لو عايزين العكس اللون بيفتح نطلع على الابيض، فيدينا ايه النهايه بتاعته افتحي كده تمام. على حسب انا عايز الستايل يكون عامل ازاي، ابدا اظبطها شويه ايه. ادتنا الستايل ده، بيبقى كده هو عمل ايه، خلاها من جوه برتقاني وطلع على ابيض، او ان انا بدل ما اكون عايزه يفتح لا انا عايزه ايه يغمق. نبدا نظبطها برضو كده اهو، نكبر الدايره شويه. عايزين بقى نضيف للدايره دي ملمس، دي كده الخلفية ناعمة قوي والدايرة مش ناعمة، طب احنا عايزين نضيف لها ملمس، نعمل ايه؟ نفس الفكرة زي ما احنا كنا بندور، نشوف ملمس تاني مثلا، ده مثلا يبقى كويس، ممكن ننزله نجيبه ونحطه هنا. احتاج بقى ان انا اخلي الجريدينت ده مع الدايرة هما الاتنين في سمارت اوبجكت تمام. ليه عملت كده؟ عشان لما اعمل كليبنج ماسك لللاير ده اللي هو كده، بندوس الت وندوس على ما بين اللايرين. طيب شايفين المشكله دي حصلت ليه؟ حصلت دلوقتي، ده اللي حصل لما عملناهم سمارت اوبجكت مع بعض. فاحنا هنعمل ايه؟ نخلي ده لوحده سمارت اوبجكت، نجيبه بقى نحطه في مكانه عادي، ندوس كنترول اس، نطلع هنا نبدا بقى نغير في المود بتاع ده، فنلاقي ان التكتشر بدا يظهر عليهم هما الاثنين مع بعض. لو هما ما كانوش سمارت اوبجكت مع بعض ما كانش هيظهر. بعد محاولات كده لقينا ان التكتشر ده منه احمر مش هينفع، فممكن ننزل تكتشر تاني وليكن ده، نجيبه عندنا في البرنامج، نعمل له كليبنج ماسك الت وندوس، نبدا نغير في المود بتاعه اهو، ده كده ايه مناسب. طب انا لو شايف مثلا البرتقاني ده فاقع شويه عادي، بقى بخش جوه هنا على الاوباستي بتاعته وادوس كنترول اس، ارجع الاقي ايه قل هنا كده، يبقى اعتبر اول تكوين ايه ظهر معايا كخلفيه، هتتثبت بقى في كل الارت بوردز الجايه. هنبدا بقى نجيب السكريبت اللي احنا كتبناه ونحاول نحوله لصور، فنبدا نقرا كده، وائل الدحدوح او العم ابو حمزه أيقونة الصمود الفلسطيني، ده أنا أحوله إزاي لصورة؟ أنا معايا أكتر من عنصر، أول حاجة وائل الدحدوح أو العم أبو حمزة أيقونة الصمود الفلسطيني. طب أنا أصلا أجيب الصور منين؟ ممكن نخش على الانستجرام بتاعه وندور، لو ما لقيناش الصورة المناسبة هنا ممكن ندور بقى في الناس المحيطة بيه. دي الصورة اللي أنا اخترتها، طب أنا أصلا هنزلها إزاي؟ نخش على أول لينك، بنجيب اللينك ده نحطه هنا، ظهر لنا أهو، نعمل داونلود للفوتو، نشوف المكان اللي احنا عايزين نحطه فيها وبنحط. نبدأ نجيب صورة وائل الدحدوح، نعمل بقى ليها هي سمارت أوبجكت، نخش جوه الصورة ونعمل ايه سيلكت سبجكت. طب ليه ما عملتش الخطوة دي من بره وعملت سمارت أوبجكت ودخلت جوه السمارت أوبجكت؟ هنفهم دلوقتي واحنا ايه شغالين. بس نعمل ماسك، بقت معانا الصورة اهي مظبوطة، نعمل كنترول اس، نرجع هنا، ثانية نقفل التابس الكتير دي، بس عملنا كنترول اس نرجع هنا لأن الصورة ايه بقت مظبوطة معانا. طيب أنا عايز أفعل مود يدمج لي الدنيا دي مع بعض أكتر، أعمل ايه؟ أخش على كولر لوك اب، كولر لوك اب، وأدور على مود يكون مناسب معايا. كل واحد بقى حسب رغبته،
طيب انا كده ايه شايف ان المود ده حلو، وده المود اصلا اللي انا عملته في البروجكت بتاع من الاول. نبدأ بس نظبط فيه شوية، قلنا نقلل بس كده شوية. طب انا دلوقتي لو عاجبني الالوان كده على وائل الدحلوح كده، بس مش عاجبني ورا، اعمل ايه؟ اخلي السمارت اوبجكت اللي انا عملته ده يبقى جواه الكالر لوكر، اخده كنترول سي، اخش جوه الصورة اعمل كنترول في بس، اقوم جاي دايس كنترول اس، نشيل ده اهو كده. الكالر لوك اب متفعل اصلا على صوره وائل الدحدوح لوحده، فنخلي بقى الكالر لوك اب ده موجود على الخلفيه ونظبطه بقى. طالما انا بالنسبه لي كده لا غامق، فانا ايه اقلله شويه ما عنديش مشكله. ليه؟ لان انا خلاص بقيت مثبت صوره وائل الدحدوح الكالر لوك اب بتاعها بالاوباستي بتاعتها، والخلفيه بقى ممكن اغير في الاوباستي بتاعت الكالر لوك اب براحتي. يبقى كده الخلفيه ثبتت معانا. نخلي الثلاث ملفات دول في جروب نسميها ايه الخلفيه، ونجيب برضو الكالر لوك اب نحطه على الدايره، ونعملهم كلهم في وارد جروب ونسميه الدائره. ومعانا صوره وائل الدحدوح. طيب هي هتتساب كده، هي فيها كذا مشكله. يعني احنا لو ركزنا هنا هنلاقي ان في ابيض هنا، في ابيض، عايزين نحل المشكله دي بحيث ان هي ايه تندمج مع الخلفيه. نخش عليها نعمل كده سوليد كلر من ورا عشان نشوف الدنيا معانا ماشيه ازاي. اهو بنت لنا المشاكل. خلاص نقف على وائل الدحدوح، نعمل نيو لاير، نعمل له كليبنج ماسك. عملنا له كليبنج ماسك ليه؟ عشان لما اجي اعمل بالبرش، او ما فيش كليبنج ماسك، لو عملنا بالبرش كده هيبقى بيعمل في الصوره كلها. طيب لو عملنا كليبنج ماسك اهو بيعمل في صوره وائل الدحدوح بس. تمام، نمسح بقى اللي احنا كنا عاملينه ده، نعمل واحد جديد، نعمل له كليبنج ماسك. نبدأ بقى ناخد من الدرجة اللي موجودة في الخلفية بالاي، بندوس اي ونعمل بيك، وبالت وكليك يمين بنصغر البرش. نبدأ بقى نلون الحواف البيضاء اللي احنا مش عايزينها دي. طبعا دلوقتي شكلها غريب بس هتتظبط معانا دلوقتي. نعمل بقى كل الحتت اللي فيها لون ابيض واحنا مش عايزينها. ايده من اللي ورا انا حاسسها شكلها زايده، احنا ممكن نشيلها خالص برش، نقف على الماسك ونمسحها كده مناسب. طيب احنا هنسيب البرش بقى بشكلها دي؟ لا، احنا هنخش على المود ونغيره، هنلاقي ان احنا ايه الموضوع بدأ يتظبط معانا. ندور على مود مناسب، وليكن السوفت لايت، نشيل البرش، نحط البرش. واضح معانا كده الفرق؟ كده طبعا ايه اندمجت اكتر بكتير، بس باينه مثلا في الايد باينه ان هي شارب، فاحنا عادي نعمل لها ماسك، نجيب برش ونكبر السايز شويه، نبدا ايه نمسحها كده ايه بالراحه عشان ما تبانش ان هي شارب كده. تمام، نرجع نبص بدون مع بدون مع بدون مع، ندوس كنترول اس، نطلع نبص ورا. طبعا هي باين معانا كده عشان السوليد كار اللي احنا كنا عاملينه، فنمسحه من هنا كنترول اس اهو بانك كده معانا. في حاجة تانية بقى، هل احنا هنسيبها من تحت بقطعتها كده؟ أكيد لا، احنا عايزين نعملها كأنها في الدايرة صح؟ فهنا بقى نجاوب على السؤال، احنا ليه من الأول أصلا عاملينه سمارت أوبجكت؟ عشان لما نيجي نعمل ماسك جديد ونلعب او نقطع او نعمل اي حاجه من هنا ما يبقاش في مشكله في الماسك اللي جوه هنا. احنا لو جينا نقطع مثلا هنا، خلاص عايزين نقطع الحته دي مثلا، خلاص بس ايه لا انا عايز اظهر حته منها، فجاه اقوم جاي دايس اكس عشان اعكس البرش واجي ادوس هنا الاقيني بظهر من الخلفيه، فانا مش عايز كده. انا عايز لما اجي اشتغل في صورته هو بس. عشان كده عملنا الماسك من جوه وعملنا ماسك جديد اقدر اتحكم فيه من بره. طيب البراش اللي معايا دي هل هي اصلا موجوده في فوتوشوب؟ لا، بننزلها منين؟ نخش على جوجل نكتب براش ايزي، نكتبها بالعربي. تمام، نبدا نكتب ايه بينت براش.
بيبقى معانا نازل كتير، بننزل الفايل بتاعها وبيبقى زيب فايل بنفكه دراج دروب في الفوتوشوب، بندروب هنا كده تبدأ ايه تظهر معانا. نبدأ بقى نقطع بشكل كويس، قلنا مثلا ان احنا نعدلها كده، بنعدل براش كده ازاي بشيفت وسهم يمين وسهم شمال، نقطعها كده، ممكن نكبرها كمان كده مثلا كده اهو كده معايا بالنسبة لي مناسبة، عكس البراش ولنفترض ان هي تبقى كده مثلا. طبعا دي اذواق يعني، كل واحد حر. فهنعمل ايه بقى دلوقتي؟ نبدا نكتب كل مشهد. زي ما قلنا ان احنا هنختار لون بيج، هنختار للتكست لون بيج، وليكن ده مثلا. ممكن بقى لو حد عنده رغبة يغير التكست، أنواع التكست دي مش شرط تكون موجودة عندنا كلنا، بس عادي لو عايزين ننزلهم بندور من هنا من عرب فونت، وأبدأ أدور على خطوط عجباني في الخط العربي وأنزلها تتفاعل معايا هنا على طول كده. دي إيه؟ وائل الدحدوح او العم او حمزة. قلنا ان احنا عايزين نغمقه شوية كده مثلا، بعد كده معايا اول مشهد. هل الكلام ده هيبقى معايا في التحريك او كده؟ لا، بميز بس الكلام، اعرف ايه اللي ناقصني وايه اللي تمام وكده. في كلمة ايقونة الصمود الفلسطيني عايزين نعبر عنها. طيب عشان نعبر عنها نعمل ايه؟ محتاجين اكتر حاجة مشهورة اللي هي ايه؟ الكوفية الفلسطينية، صح كده؟ دي كده اللي انا عملتها قبل كده. طيب هي اصلا اتعملت ازاي؟ نبدأ نخش عليها. ده كده السمارت اوبجكت، انا عامل براش من تحت، وبعدين عملت الرسمه دي كليبنج ماسك عليها فظهرت اكنها ايه متقطعه، وبعدين اديتها الكادر لوك اب اللي انا كنت عامله لها. طيب الرسمه دي اصلا عملتها ازاي؟ نخش عليها تاني. منتهى البساطه، اول عنصر عملته الشيب، انا عايز العلم يبقى في الشيب ده. بعدين تاني حاجه التكتشر ده، عشان نجيب حاجه زي كده بنعمل ايه؟ نخش على انسبلاش مثلا ونكتب ايه فابريك تكتشر، يبدا بقى يجيب لنا اكتر من مقترح. في واحد هنا اهو، في هنا اهو، في اكتر من مقترح. بقى انزل الشكل اللي عاجبني وابدا اجيبه على الشيب واعمل له ايه كليبنج ماسك. التكتشر اللي انا عايز اوصل له بغير المود بتاعه، تمام. بعدين نبدا نجيب العلم. طيب العلم اللي ده اصلا معمول ازاي؟ نخش عليه. الرسمه دي كانت معموله ازاي؟ كانت مجرد المربع ده كده، وانا ايه كملت رسمه بحيث ان هو يظهر معايا ككوفيه. وممكن اسيب لكم الملف ده في صندوق الوصف ايه لو حابين تشتغلوا عليه. خلاص كده معايا كوفية نورمال. لو شلنا ده شلنا ده هيبقى الخلفية البيضة، وبعدين عملنا داركر كولر فدانا الاسود، بس مفيش في الابيض انعكاس، فحطينا اللاير تاني من التكتشر فوقيها وعملنا ايه هارد لايت فداك الملمس ده بدون مع بدون مع، وادينا له اللون ده. لو خليناه نورمال هيبقى كده، فاحنا عملنا ايه lighter color فدانا المود ده، تمام كده. يبقى احنا كده مشينا مع بعض خطوة بخطوة، خدنا بقى النموذج ده وحطيناه على البراش دي فدانا ان هي متقطعة، وبعدين ايه ادينا لها الكالر لوك، فوصلنا في الاخر للنتيجة دي. بس عشان الكالر لوك اب اللي كان في البروجكت الاصلي كان غير الكالر لوك اب اللي احنا شغالين بيه دلوقتي، فهنغير الكالر لوك اب. ناخد الكالر لوك اب من هنا كنترول سي، نخش على العلم، امسح ده، نحط الكالر لوك اب بتاعنا كنترول في كنترول اس، نرجع كده بقى ده ايه واخد الكالر لوك اب بتاعنا. ممكن نزوده شويه عشان احنا كنا مقللين الاوباستي في الخلفيه، كنترول اس نرجع بس كده. واحنا هنا كده ايه وائل الدحدوح او العم ابو حمزه ايقونه الصمود الفلسطيني. يبقى الصوره دي عبرت معانا عن كل الكلام ده، تمام زي الفل. ايه تاني؟ خلي بقى العلم ده لوحده في جروب، نعمل كنترول جي نطلعه فوق نسميه العلم، ناخده هو والخلفيه كنترول سي
نخش في Artboard 2 Ctrl Shift V، هنقلها لنا بنفس المقاسات، بس ممكن يكون العلم طلع لفوق شوية، ننزله تاني مفيش مشكلة. نجيب العم أبو حمزة والدايرة Ctrl C، هنا Ctrl Shift V. تاني مشهد عندنا إيه؟ في عام 1988 اعتقلت قوات الاحتلال بسبب مشاركتي في الانتفاضة الأولى. طيب احنا كده عايزين نكتب كلام هنا، نجيب الورقة اللي هنكتب عليها الكلام وليكن مثلا مستطيل زي ده، نحركه خالص، خليه زي ما اتفقنا ان هو هيكون في البيج نفس اللون ده، او ممكن نخليه لون غامق مثلا زيتي غامق، ونكتب عليه نفس التكست ده، نكتب ايه 1988. ممكن نعملها كده او نعكس، نخلي التكست هو اللي زيتي غامق، الورقة هي اللي لونها فاتح، تبقى كده كده هتبقى لذ كده. ممكن نخليها بقى في مربع عادي كده، او عشان احنا بقى كولاج فلازم يبقى في ستايل كولاج في الموضوع، خش على فري بيكر ونكتب بيبر كولاج، نشوف بقى نموذج من النماذج دي، نبدأ نحمله ونجيبه معانا في فوتوشوب. اوكي بقى معانا الورقة، لو عجبنا لونها تمام، لو عايزين نعدل في لونها بظبطها بايه، لو عايز اكبرها وصغرها كلها بانتظام بالت، دوس الت والسهم، عايز اطلعها لفوق بدوس ايه كنترول وشيفت ودال، تطلع هي فوق، بس هي عشان في الجروب بتاع الخلفية فاحنا ايه نطلع بره الجروب خالص. ايه بقت معانا اول حاجة. طبعا لو عايز اديها اللون بتاع اللي تحتها ممكن اخليها اللي تحتها كده، ممكن برضو حد يسيبها كده يبقى شكلها كويس، بس لو انا عايز اخليها هي لوحدها ادوس على كليكين color overlay وابدأ اديها اللون اللي هنا. اوكي هو اخدت لون اغمق عشان هي مالتي بلور، لو خليناها نورمال هيبقى نفس اللون. نبدأ نشيل معانا المستطيل معنا بالشكل ده. طيب بقيت الكلام ايه؟ اعتقلته قوات الاحتلال بسبب مشاركتي في الانتفاضة الاولى. طيب احنا ممكن نعبر عن الموضوع ده بايه؟ اعتقلته قوات الاحتلال بسجن وبسبب مشاركتي في الانتفاضة الاولى بعلم فلسطين. لما احنا كنا بندور هنا لما كتبنا فلسطين ادانا اقتراحات كتير لاعلام ممكن نستخدمها، ده مثلا كويس. ونخش في بي ان جي وينج نكتب ايه بريزون، يبقى معانا اقتراحات كتير ممكن نستخدم ده، ده مثلا، او لو في حاجة تانية ده مثلا كويس. خلاص نبدأ نحمله من هنا ونحمل العلم بتاعنا كده، نبدأ نفكه بتاع الستريتور، نجيب العلم كنترول سي، نخش على فوتوشوب كنترول في. اوكي طبعا العلم شكله مختلف خالص عن الشكل بتاعنا، بس هيتظبط دلوقتي، نزله تحت العلم ابو حمزه، نطلع كده شوية، نعمله سمارت اوبجكت، هيحتاج بقى العلم عشان يتظبط ايه ياخد الكالر لوك اب بتاعنا، ناخده كده من جوه عند العم ابو حمزة كنترول سي، نيجي على العلم نعمل كنترول في كده، العلم اخد ايه نفس المود بتاعنا. لو انا حاسس ان هو مثلا فاتح عايز يغمق مفيش مشكلة، اخش على هيو اند ستريشن مثلا، نلعب في اللايت كده بالنسبة لي مثلا مناسب. خلاص نمسك كل دول بقى نعملهم جروب، يبقى ده اسمه ايه ده هنا اصلا عندنا علم، يبقى ايه نكتب العلم اتنين مثلا، او الكوفية نخلي التانية اسمها كوفية ونخليها اسمها علم، علم او الانتفاضة ممكن نسميه الانتفاضة، الانتفاضة لازم نسمي كل حاجة عشان بعد كده لما تتجهز لأفتر افكت تبقى الموضوع سهل علينا. طيب تمام، والسجن بقى هنعمله ازاي؟ الفايل بتاع السجن اللي احنا نزلناه اهو في كذا حاجه بقى، نغير لونه هنخليه اقرب للزيتي، هنديله color overlay من هنا، نديله زيتي ونخليها soft light، نشوف كده من غير كده بي كده من غير كده بي، ونأد noise من filter noise add noise، نشوف القدر اللي احنا محتاجينه بحيث ان هو يبقى ايه
مندمج معانا. نويز لما تتضاف وهي نورمال بتبقى فيها ألوان، ممكن نزوم عليها عشان نبقوا شايفين. لما تتضاف كده وهي نورمال تبقى ألوان كده، ونغير المود بتاعها لآخر واحد عشان يدينا إيه الأبيض والأسود. ليه؟ عشان يديك ملمس في الحديد يعني. بعدين بتديك كلر لوكب اللي أنت شغال بيه، تعمل كنترول إس يطلع لك بالشكل ده. تمام كده. يبقى احنا محتاجين ان احنا هما بوابتين، والبوابتين يقفلوا. نقف على ده، نسمي دي مثلا بوابة يمين، نجيب السليكشن تول نعمل كده، نقطع عند القفل كده، نجي عاملين ماسك. طيب ازاي بقى اجيب نفس المقاسات كده في الناحية التانية؟ هنعمل بس كنترول جي، نعمل نسخة، نقف على الماسك ونعمل كنترول اي، عكس للماسك. تمام. لو نركز هنا نلاقي هنا بقى أبيض ومن جوه أسود، خلالك كل ده موجود ما عدا الحتة اللي أنت كنت معمل لها سيلكت في الأول، هي لوحدها اللي تظهر. يبقى من ده لوحده بقى هو شمال، ده لوحده بقى هو يمين، ده نعدله نسميه بقى هو شمال كده. احنا عبرنا عن تاني جزئية اللي هي ايه، في عام 1988 اعتقلته قوات الاحتلال بسبب مشاركتي في الانتفاضة الأولى. وده كنترول سي، نخش بقى عن الباقي. عندنا ليبدأ بذلك مسيرته في عالم الصحافة، احنا عايزين نعبر عالم الصحافة ده بحاجة. نجيب الأول الخلفية نعملها كنترول سي، نقف على الارت بورد 3 نعملها كنترول شيفت بي، نجيب برضو الدايرة هتفضل معانا في أغلب المشاهد كنترول سي. عايزين نعبر عن عالم الصحافة. الصحافة أكتر حاجة يميزها ايه؟ المايك، صح كده؟ فنبدأ ندور على ايه؟ على مايك. نخش على بي ان جي وينك، نكتب مايك، دور بقى على حاجة واضحة ان هي صحافة. كل واحد بقى ممكن يختار اي حاجة هو عاجباه، ده مثلا مناسب، ده برضو مناسب، ده مناسب، ده مناسب، في كذا شكل بقى على حسب ما انت تحب. انا بالنسبة لي كنت اخترت واحد اهو، نجيبه مع بعض، ده اللي انا كنت اخترته. نعمل فيها، نعمل نفس الكلام اللي عملناه في وائل الدحدوح، نخليها ندمج مع الصورة زي الباقي، نكبره كده شوية، نديله الكالر لوكب. محتاجين نغير في الألوان الأبيض ده مثلا، فنعمل له سوليد كالر. كده مثلا نبدأ نغير في المود بتاعها وليكن كده، ممكن نقلل الوباست بتاعتها شوية. بس دمجناه تمام. خلينا برضو العالم كنترول سي كنترول في، ضفناه هنا، نجيب التكست نحطه هنا. يبقى احنا كده اللي احنا عملناه ده ايه؟ ليبدأ بذلك مسيرته في عالم الصحافة. كنترول سي كنترول في. طيب عندنا ايه تاني؟ هناخد برضو، خلي بقى ده كله نسميه المايك، كنترول جي المايك. ناخد بقى كل الكلام ده تاني كنترول سي، نضيفه في ارتبورد 4 كنترول شيفت في. هنبدأ نعدل شوية حاجات اللي هو إيه؟ منذ ذلك الحين كان ناقلاً لأخبار الحروب التي شهدتها غزة، والتي فقد فيها أكثر من 20 فرد من أفراد عائلته. ممكن إيه؟ نخلي 20 فرد دي التي فقد فيها الكثير مثلاً، الكثير من أفراد عائلته. ليه عملت كده؟ عشان نقلل على نفسنا شوية الكلام اللي هيتحول لصوت. منذ ذلك الحين كان ناقلاً لأخبار الحروب التي شهدتها غزة، عبر عنها بإيه؟ أنا خلاص استخدمت المايك. ممكن نعمل فكرة تانية، نكتب مثلا تي في، شوف مثلا تلفزيون من دول وليكن ده، نحمله نحطه على الصورة اللي احنا عملناها. مشكلة التلفزيون ده ان هو فيه خلفية بيضة، فممكن نشوف واحد تاني عشان ما يتعبش نفسنا في القص وكده. تمام، ده مفيهوش خلفية بيضة، مظبوطة اهو، في بس شوية حاجات كده جوه الشاشة عايزة تتظبط، بس لا بأس يعني. نعمل ماسك بيرس شوية، بس بيرس الحاجات دي كده كده مش هتبان قوي، بس ايه لأننا خدنا بالنا منها، نمسحها سريعا. ماشي كده كويس. طبعا الكلام ده برضه محتاج يتمسح، ممكن نعمله convert to smart object، نخش جواه نبدأ نظبط الكلام ده عشان يبقى طالع معانا بأحسن منتج. نجيب مستطيل كده اهو، نشيل الستروك، نديله نفس اللون بتاع الخلفية. ok
اوكي، فاحنا كده ايه حلينا المشكلة دي. ممكن بقى نديه هو والمايكات نويز بحيث ان هو ما يبقاش شكلهم شارب كده. CPU، خش على فلتر نويز، اد نويز كده مثلا زي ما عملنا في الحديد بتاع السجن. محتاجين نعمل الاول سمارت اوبجكت قبل ما نضيف اي حاجة، ماشي، وبعدين فلتر نويز اد نويز. اوكي، غير المود بتاعها النورمال عشان ايه يبقى ابيض واسود. ناخد بقى النويز ده بالالت نسخه كده، نطلع بتاع التلفزيون، خلاص ده التلفزيون على طول نويز. طيب في ايه تاني عايزين نعمله في التلفزيون نخليه يندمج مع الخلفيه؟ ناخد دول الت نطلع لفوق، الت بيدينا بيخلينا نعمل نسخه، بس عملنا نسخه للسوليد كلر ونسخه للايه للكلر لوك اب، فالتلفزيون اندمج معانا. محتاج برضو ان نضيف النويز دي في اللي فاتت، نعمل دي كده convert smart object اللي معانا في المشهد اللي فات، ونضيف لها برضو ايه النويز اللي معانا. طيب هل احنا هنقف هنا؟ لا، هنبدأ نظبط بقى. نخلي التلفزيون كله في layer واحد، نسميه TV مايكات. نعمل بقى ما بين المايكات والتلفزيون shape على قد التلفزيون كده، خليه ابيض نغير الستروك، نزله تحت التلفزيون، نعمله سمارت اوبجكت كونفرت سمارت اوبجكت، بعدين فلتر نويز اد نويز، زود بقى النويز كتير كده مثلا، خلاص خليها ابيض واسود. اوكي، غير المود بتاعها بقى عشان تدينا كأن المايكات دي جوه التلفزيون. نبدأ بقى نغير السايز بتاع المايكات الالت، بس دي مع التلفزيون مع الشيب كنترول تي، نغيرهم كلهم يبقوا على قد الدايرة. يبقى احنا كده عبرنا عن ايه؟ منذ ذلك الحين كان ناقلا لأخبار الحروب التي شهدتها غزة والتي فقد فيها الكثير من أفراد عائلته. كنترول سي، طه هنا بس كده. يبقى احنا كده خلصنا المقدمة، عبرنا عن كل جملة في المقدمة بصورة. هنبدأ ان شاء الله في الفيديو الجاي ننتقل بقى للموضوع اللي هو فقده لابنه ولأسرته ولإصابته مع استشهاد زميله المصور، بس دي ان شاء الله نجهزها الاول على الستريتر وبعدين ننقلها على فوتوشوب. فاستنونا، ما تنسوناش من لايك والشير والكومنت، وما تنسوناش من صالح دعائكم، والسلام عليكم.